بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. نحن في ويار بابل نعلن وكما كنا دائما موقفنا الثابت والواضح باتجاه مرشح رئاسة مجلس الوزراء على أن يكون غير جدلي الذي نادت به الثوار وأيدته المرجعية الدينية الرشيدة. اليوم نرفض عدنان الزرفي وكما رفضنا من قبل كل مرشحي جدلي لا تنطبق عليه شروطنا، ومن أهمها أن يكون مستقلا أو مستقلا. الرحمة والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. حفظ الله العراق وأهل العراق. التوقيع في ثوار بابل 17/3/2020.